بيروح الشباب الواعد المشرق بالأمل بهمة وعزيمة وقلب واحد، كانت بداية تأسيس جمعية عقدت العزم لتكون العون لكل محتاج. خطوة بخطوة أثبتوا الشباب الوطنية الفاعلية التحدي وإرادة الحياة. ليا، عم نحكي عن جمعية زينب الخيرية اللي تأسست منذ أعوام وأشهرت عام 2010. لنحكي أكثر عن الجمعية بصيرنا نرحب بزينب حمود مديرة الجمعية ورشا العبد الله مسؤولة القسم الطبي. أهلا وسهلا فيكم على شاشة الإخبارية السورية، ويسعد صباحكم. صباح الخير زينب، صباح وصباح النور. الخير صباح رشا. النور. اهلا وسهلا فيكم. خلينا نبلش من عند زينب. بالبدايه مع حضرتك خلينا نحكي اكثر ونتعرف اكثر عن جمعيه زينب الخيريه. يمكن كنت عم اقول لك تحت الهوا، فتت على الصفحه على الفيسبوك وسردت سردت من حظنا. بالشغل وبالنشاطات يلي عم تقوم فيها الجمعيه. خلينا نحكي اكثر للمشاهدين عنها. هلا الجمعيه مثل ما قلتوا هي أشهرت بال 2010، بس هي من قبل بأعوام. هلا بلشت مبدئيا ب لذوي الاحتياجات الخاصة، بعدين بلشت شوي للمصابين، يعني هي موجودة من قبل الحرب على سوريا، بس بعدين صرنا كبرنا شوي الشغل، يعني الشغل نوعا ما تبع الجمعية، والمجالات. صار أكثر مصابين. هلا من شي 3 سنين أو أكثر صرنا منتشرين بشكل عام لكل الطلبات، لكل الاحتياجات، ما بقى محددين لا بوضع الناس ولا يعني لا مصابين او جرحى، لا، ولا انه صار اختصاصنا بالعمر. فقط جيش ولا ذوي احتياجات، لا، صار اي حدا بحاجه اي شيء ان شاء الله نقدر نحن نقدم له هذا رشا، الشيء. يمكن عم نحكي عن عمر للجمعيه، سنوات من العمل والاجتهاد لتعملوا شيء على ارض الواقع وتدعموا يمكن الشاب السوري او الشابه بجميع المجالات، مثل ما قلتي، مو للذوي الاحتياجات تمام. الخاصه ولا المصابين، لكل حدا بده مساعده، وهي نقطه كثير مهمه. خلينا نحكي عن نشاطاتكم، فعالياتكم، مبادراتكم، لانه نحن بالازمه يمكن عم نشوف كثير من الجمعيات، بس صح. انتم قبل الازمه، يعني عم نحكي عن تاسيس او اشهار ب 2010، انتم كمان صح. قبل 2010 نوعا ما. هلا الفكره تبعنا كمبادرات هي اصلا نحن كل يوم عندنا شغل نفسه، يعني دائما عندنا عمليات، دائما عندنا طلبات طلاب. هلا شوي اكثر شيء كمبادره فينا نقول مثلا كل شيء بصير ازمات، او مثلا مثل وقت مهجرين شتبرق، او مثل وقت مهجري الزارة، حاولنا قد ما فينا نطلع نشوف شو فينا نقدم. قدمنا مثل سلل غذائيه، معونات ماديه، لشوي يمشوا بامورهم اول فتره من الوضع اللي فجاه اللي صاروا فيه. عملنا مثلا مثل تكريم للامهات سنتين ورا بعض بعيد الام. اول سنه وزعنا هدايا للامهات المستفيدات من الجمعيه، السنه الماضيه عملنا غدا للسيدات الامهات كلهم اللي فقدوا ازواجهم وفقدوا اولادهم من شتبرق، رحنا على اللاذقيه عملنا لهم غدا ووزعنا كادويات وكمان مبلغ مادي بسيط، يعني مثل انه هيك شيء. ونحن عندنا السلل الغذائيه سنويا بيصير مره او مرتين منوزع سلل غذائية، يعني السنة الماضية هي السنة وزعنا 10,000 سلة بخمس محافظات. عنا أهم شيء نحن هلأ كمان فايتين في موضوع القرطاسية. قبل المدارس كمان وزعنا، يعني هم عم نحاول قد ما فينا كل سنة نكبر العدد، بس كل محافظة وزعنا ل50 عائلة عندها طلاب، عدد كبير من الطلاب. عم نشوف مع بعض زينب. تمام. توزيع القرطاسية كان نحن بالاتفاق مع المؤسسة الاستهلاكية بناخد بطاقات، البطاقات فيها مبلغ محدد، العيلة بتنقي اللي بدها اياه، نحن موجودين حلو. يعني بنساعدهم بس هن ينقوا اللي بدهم اياه. وهي نقطة بدهم كثير مهمة، يعني العلم له جانب كثير كبير من شغلكم وفعالياتكم. يعني كمان هلا مثل ما قلنا عم نمر بظروف صعبة، لما نقول انه الجانب العلم له حيز كثير كبير من شغلكم. طبعا يعني حتى نحن موضوع الكفالة الطلابية نحن كثير مهم عندنا اياه، يعني عم نحاول كل فترة نكبره، يعني بلا ما الشخص يترك او العائله يكون عندها مشكله مثلا حتى ليشتروا قرطاسيه. القرطاسيه كثير مهمه، يعني الاقلام تمام، يعني الشنطه لحالها حقها مدري قد ايه، وفي اكيد ناس عم تبادر وتساعد، بس في ناس ما قدرانه يعني انه تجيب بوط لابنها، تجيب صدريه لابنها، لحتى يحسوا بشعور انه هن رجعوا على المدرسه. فمشان هيك نحن حاولنا قد ما فينا ما نحدد لهم، يعني ما نجيب لهم دفاتر واقلام وخلص هي هي، لا، نحن في هذا المبلغ، تعوا انتوا معكم هالفتره، نحن موجودين مشان كمان نحن نساعدهم بالتنقايه بالهي، نقول بدكم اياه. في ناس عم لك اخذوا، في ناس اخذوا صداري، ناس اخذوا بدلات، ناس اخذوا بواط، ناس اخذوا شناتي، وخاصه انه المؤسسه عم تفيدنا بهالقصه انه عم تعمل
معرض للقرطاسيه قبل المدارس، فهذا الشيء كثير بيساعدنا، فبصير اسهل لهم للعالم يلاقوا كل اغراضهم، دفاتر، شو بحاجه هن حرين ياخذوا اللي بدهم اياه. طبعا موضوع الطلاب الجامعيين هذا كمان شيء ثاني نحن بنعمله كالجمعيه، يعني بنعطي رواتب شهريه، ممكن نحن نتكفل بدراسه شخص مشان ما يضطر يترك دراسته او مع دراسته مثلا يشتغل. عم يدرس طب ما قدران يكمل يدرس طب لانه بده يشتغل بعد الظهر لحتى يقدر يوفر لدراسته او لعائلته، فنحن قد ما فينا بنحاول نلغي هذا الموضوع، لا نحن بنعطيك هذا الراتب اللي عم تاخده انت بس تدرس. في ناس عندها مشكله مواصلات، في ناس عندها مشكلة بس محاضرات، وخاصة عدة الطب والأسنان نحن دائما عندنا مشكلة فيها، كل سنة بيزيدوا الاحتياجات. في ناس بدها لابتوب عم يدرسوا هندسة، هندسات، ميكانيك، هاي كلها نحن مفتوحة عنا للطلاب، كل حدا حسب حاجته، كل حدا حسب دراسته. بس شرطنا الوحيد إنه ما حدا يرسب. نحن عنا شرط أولي إنه إذا رسبتوا نحن نسحب ايدنا من الدعم. تمام، إنه نحن عم نحاول نعطيكم الجو المناسب قد ما بنقدر طبعا. نعم. لحتى تدرسوا. نعم، رح نكفي اكيد هي التفاصيل زينب، ولكن خلينا ننتقل لعند رشا المسؤوله الطبيه بجمعيه زينب الخيريه. خلينا نحكي رشا مع حضرتك، شو هن المستلزمات الطبيه يلي بتقدمون لكل محتاج، يمكن الاطراف الصناعيه والاهتمام الطبي الكامل ايضا، خلينا نحكي مع حضرتك. هلا الجمعيه بالاضافه للخدمات اللي حكينا عنها فهي بتهتم بالقسم الطبي. نحن من قدم عمليات جراحية بكافة الاختصاصات العظمية، العينية، العصبية، طبعا لكافة الفئات العمرية، ما بنتقيد صغار او كبار، بكافة الفئات العمرية وبكافة بعد يعني بكثير محافظات. بجانب العمليات الجراحية نحن نقدم مستلزمات طبية من كراسي متحركة وكهربائية، او حتى كمان احتياجات لمرضى كثير بسبب هلا كثير عم بيعانوا من الشلل، مرضى الخشكريشة نحن كثير بحاجة هن ادوية او مواد طبية بتساعدهم هن لحتى يتعالجوا من هذا الموضوع. طبعا نحن كمان بالاضافه لكل هذا بنقدم الاطراف الصناعيه اللي بتاخذ كثير حيز كبير من عندنا، الاطراف الصناعيه السفليه سواء فوق الركبه او تحت الركبه. طبعا نحن بنقدم الاطراف بالتعاون مع يعني بيصير اخذ القياسات عندنا. هلا نحن التشبيك بيكون او نحن بنجيب اطرافنا من مركز حريقه بلبنان، بس طبعا اخذ القياسات بيكون هون عندنا بمركز الجمعيه، بيجوا هن من عندهم اخصائيين بياخذوا القياسات، بيحضروا المريض، بيفحصوا إذا بده أي متابعة، بيصير عندهم فقط تصنيع الأطراف، أما تركيبة وتهيئة المصاب أو المريض لحتى يركب طرف هي بتكون كمان عنا بالجمعية هون بسوريا. تماماً. يعني عنا بمقر الجمعية. طبعاً نحن كمان بنقدم علاج فيزيائي سواء لمرضى البتر اللي هن بحاجة متابعة وتهيئة قبل الطرف، وكمان هن بحاجة متابعة بعد تركيب الطرف لحتى يوصلوا المرحلة يتوازنوا فيها وهن عم يعني عم يستخدموا الطرف وعم يمشوا فيه. حتى كمان مرضى تانيين بحاجة هن ممكن أي شيء بيساعدهم لحتى يمشوا مثل الوكر، العكازات، منقدمها كلياتها لأي شخص هو بحاجة مساعدته. بس يمكن رشا مع بداية الأزمة في سوريا الشغل بالقسم الطبي صار مضاعف، صار عندكم يمكن تكاليف مضاعفة، مجهود كبير، مسؤولية كتير كبيرة، قديش فعليا قدرانين تغطوا هيدا الشيء؟ ومين بيرعاكم لما نقول يمكن نحن أطراف صناعية؟ بنعرف إنه في تكلفة كتير كبيرة، فالرعاية المادية كيف بتكون؟ في مستلزمات طبية علينا عقوبات، نحن ما عندنا مثلا أدوية، كثير من المستلزمات تفصيل. الطبية ما عندنا إياها. تمام، هلا نحن لا حصرا موادنا هي من سوريا، طبعا بالتعاون مع شركات طبية كثيرة، نحن بنشوف المستلزم، أي شخص بيجي لعنا بحاجة شيء، نحن مندور بالسوق شو موجود، شو الخدمات اللي هي موجودة له أو شو الأنواع الموجودة، بنحاول إنه نحن نأمن له إياها بجودة كثير تكون منيحة عالية. بالنسبة للأطراف هي الوحيدة عم قلك نحن فقط تصنيعها هو بيكون خارج سوريا، أما باقي المستلزمات كلها هي بتكون من ضمن سوريا، من الشركات الطبية اللي هي بتستورد، يعني نحن بنشوف شو موجود بالسوق وبنأمن له حسب الإمكانيات للمريض. نعم، زينب حكينا عن الطلاب وحكينا يمكن عن المشاريع أو خلينا نقول الفعاليات يلي بتقدموها ويلي عم تكبر يوم بعد يوم، بس في شيء لفتني هو يمكن تقديم دورات مجانية لسيدات هن المعيلات لأسرهم، مشاريع يمكن كثيرة بتفتح لهم أبواب لهن يمكن ما يحتاجوا حدا، خلينا نحكي عن هالموضوع. هلا أنا بس بدي أرجع لقصة المعيل وهي هلا نحن
يعني نحن الجمعيه إلى في مجلس اداره هن المتبرعين فقط، يعني نحن التبرع او التمويل للجمعيه هو القائمين على الجمعيه مو تبرعات، فقط اصحاب الجمعيه يعني ما انه بس مثلا مثل هلا بدنا نحكي عنه المبادرات مشروع اللي عم نعمله بيكون في تشبيك مع جهات مع الفاو. هلا منظمه الفاو هن بيطرحوا مشاريع مشان تتنفذ بسوريا. نحن اخذنا مشروع الزعتر البري اللي عم نحكي عنه. اول شيء لا في كثير اهتمام بهذا الموضوع لانه كثير مفيد، مو بس كنبتة الزعتر، يعني انت عم ترجعي على موضوع الارض والزراعه وتفاصيل انه نحن نرجع الناس تعتمد على حالها بشغلات بسيطه. نحن اللي تقدم للسيدات هو المعدات، معدات الرش والري والزراعه والشتول، تدريب، يعني التدريب هو مثلا نحن جبنا مهندسين زراعيين اختصاصهم هذا الموضوع، سألوهم عن كل اللي بحاجة، يعني كله بالنهاية بيشتغل هذا الشغل بأراضي بيزرع وما له بحاجة يمكن، بس في شغلات بسيطة بدل ما يكون موسمه مثلا 100 بيصير 200، شغلات بسيطة بأسئلة بسيطة شبكنا بينهم وبين المهندسين بين الوحدات الإرشادية، صار في تفاعل بيناتهم أكثر. الدورات اللي عملناها منشان كل مرحلة مرحلة المشروع، انه هلا وقت الزراعه المفروض مثلا لتزرعوا بطريقه احسن لازم هيك بلا ما تبعدوا عن يعني شو السبب نحن بنبعد عن المواد مثلا الكيميائيه او يعني السماد يكون هو دائما الطبيعي ما انه ولا الشيء المركب كيميائي، بعدوا عن الرش السم مثلا مشان هي في اسباب، مو بس مشان والله حدا نسي يغسل الاكله تسمم او شيء، لا في اسباب انه انت اللي تقدر تبيع اكثر، يعني هي التفاصيل الناس اقتصاديا صارت تفهمها اكثر. سيدات طبعا بتعرفي الازمه ولدت كثير سيدات معيلات فقدوا ازواجهم فقدوا اولادهم او حتى ما بقى في قدره، يعني حتى لو الاب موجود او الزوج موجود ما بقى في عنده القدره لحتى يعيش عيلته شوي مثل قبل، فهي لا ضمن بيتها ضمن ارضها قدرانه تزرع هذا الموضوع بغض نظر زعتر بري او اي مواد ثانيه، وبينباع وله فائده للبيت ولبرا البيت اقتصاديا وغير اقتصاديا. هلا مشروع الفاو انا لقيته كثير كثير مهم، وان شاء الله السنه الجايه يكبر وينعمل بطريقه احسن، لانه عن جد بيشوف الاراضي كيف صارت وبيشوف اهتمام المنطقه. هلا نحن بلشنا منطقه القدموس تقريبا شيء 14 ضيعه اخذنا منهم السيدات الاشد حاجه واللي قدرانين يشتغلوا بهذا الشغل ومعيلات لاسرهم، يعني هذا طبعا بالاتفاق بشروطنا وشروط الفاو يعني. فنحن حاولنا قد ما فينا يكون الشغل داعمين نوعا ما تماما، يعني ومراقبين وبنطلع وبنشوف وبنزور وبنجيب المهندسين على الارض بشوفوا لهم ارضهم فيها هي مشكله فيها كذا، يعني هذا الشيء ما له موجود دائم. صحيح يعني يمكن الحديث عن نشاطاتكم ومبادراتكم بيطول كثير، وقتنا خلص، بنتمنى لكم التوفيق رشا وزينب. اكيد بالحلقات القادمه رح نحكي عن شغلكم اكثر لانه عم تعملوا شيء كثير مهم وحلو على الارض ولازم يتضوا عليه بشكل اوسع. يعني نحن شاكرين لكم عن جد كثير انه نحن قدرنا على القليل نحط ضوء على هي المشاريع تبعنا عن شغلنا، حتى الناس اللي بتدور على جمعيات نحن موجودين، صفحتنا على فيسبوك في الرقم وفي كل هاي التفاصيل، اي حدا بحاجه لاي شيء اكيد فيه يتواصل معكم. زينب حمود نحن كثير بدنا نتشكرك وشكرا كثير، وايضا ست رشا كثير بدنا نتشكركم وبدنا نوجه تحيه اكيد من القلب لاعضاء جمعيه زينب الخيريه، لكل المتطوعين ولكل يد عون عم تكون عن جد بيستاهلوا من القلب تحيه كثير كبيره. شكرا كثير لكم، واكيد موعدنا بحلقات قادمه لنحكي بشكل موسع اكثر.